القضائي والإداري لا تستوجب أنه الياس الفخفاخ يستقيل وإلا أنه ندعيه الاستقالة لأنه البلاد في وضعية حرجة وحرجة جدا. نستقبل ضيفنا الصافي سعيد النائب في مجلس نواب الشعب. سي صافي مرحبا. مرحبا بكم. يعيش مرحبا بك سي سفيان. اهلا وسهلا. يعيش صافي سعيد. الياس الفخفاخ وشبه التضارب المصالح، انت كنت واجهت لرئيس الجمهوريه وقلت له نحي ثقتك من الياس الفخفاخ خاطر بدا كما نقولوا بالدارجه يقضمر في الخزان الانتخابي نتاعك يا رئيس الجمهوريه على خاطر هو خزانه وفاء. دونك الموقف هذايا جاء بناء على موضوع تضارب المصالح ولا قراءه للمده الفايته الكل والمسار الكل؟ شوف انا كنت مرحبا بالمستمعين ومستمعي افام. انا المره اللي فاتت اخر كلمه قلتها لكم واللي هي ما عندهاش برشا على اسبوعين ولا شو قلت لكم؟ قلت لكم هذه الحكومه متغطيه بكفن الكورونا وسينزع عنها هذا وستظهر فضايح. تم ولا ما تمش؟ جزء منه وي. شو جزء منه واكثر من هيك فضائح؟ اكثر من هيك فضائح اذا عندك فهمت. بالنسبه للرئيس انا سبق ان تحدثت معه قلت له راهو انت اليوم عندك رصيد خزان كبير من الاصوات ومن الشعبيه وكذا، لكن راهو ممكن تمشي في مسار مع هذه الاحزاب وراهو ياكلوا لك من رصيدك وياكلوا رصيدهم وياكلوك من رصيدك. اليوم ايضا ثبت أنه اليوم السيد فخفخ لم يعد له رصيد حقيقة، هو بالأساس ما عنده رصيد، هو يشتغل برصيد رئاسة الرئاسة. اليوم شيء خطير على الرئيس لأنه الرئيس يفقد، هو يفقد في جهات أخرى لكن يصير يفقد في كل الجهات برش، لأنه سنوصل ذات يوم أيضا أنه هو خزانه يجف. هذا هو اللي نقوله. أنا وقت اللي جو قدمونا السيد فخفاخ في الجلسة متاع البرلمان صادقوا عليه، أنا قلت كلمة، قلت أنه لا أصوت ليهوذا الأسخريوتي، وقلت أنه هذا العشاء مسموم وأن أكلتم منه فستتسممون وإذا لم تأكلوا ستتفرقون، وهذا تم أيضا. اليوم الحكومة كلها مسممة لأن العملية هذه سممت الجميع، والناس اللي معاه مش يدافعوا عليه لكن سيتعبوا وسيرفعون أيديهم وما يبقوش يدافعوا عليه ولا هم سيخسروا، لأنه هو في النهاية رئيس حكومة مركانتلي تكنوقراطي ما عنده ما يخسر، عنده للربح، عنده للربح، وهذا اللي يبين. ولذلك أنا نقول اليوم راهي تونس تمر بأزمة ثقة، مش أزمة ثقة بزاوية شو اسمه رئيس حكومتها فقط، ثقة في الكل، في الإدارات، في في الشارع، في تجاه البرلمان، تجاه مجلس البرلمان، تجاه حتى الرئيس، تجاه الكل. صافي أزمة ثقة وتضارب شنيع جدا. واضح جدا أزمة الثقة، ولكن قبيلة كنا نتحدث مع زميلك النائب على التيار الديمقراطي يقول اليوم لو كان نحطه في الميزان أزمة الثقة وتحقيق المناخ الديمقراطي بالحق في البلاد ونحطه الأزمة الاقتصادية والفرضيات التي قد تنتجها وضعية أنه اليوم نلقاو رئيس حكومة مستقيل، أنت شنو تفضل حاليا؟ نستناو لجان التحقيق والقضاء يقول كلمته؟ سمحني.